حيث أعلنت انطلاقة الشوط الرئيسي في الفترة الصباحية للزمول من هجن أصحاب السمو الشيوخ. 8 كيلومترات هي المسافة المقررة والحاضرة في هذا الصباح عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسينج وقناة ياس الرياضية وقناة الكاس والقنوات الأخرى الناقلة لهذا الحدث الرياضي التراثي الكبير. نسير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مباشرة ناخذ الصدارة الأولى والمقدمة الأولى العمال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يتقدم على المركز الأول بينما فتح الخير يأتي لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. نقلتنا مباشرة إلى المركز الرابع لأجد هناك التواجد من الرفاع لهجن الشحانية والحوت محمد بن خالد. العطية يتواجد على المركز الرابع. وصل هملول في المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يمي الوهيبي. سادس المراكز يتواجد الأسد لهجن الشحانية يتقدم سالم بن فاران المري. الذهبي يقدم لنا هذه الانطلاقة كما قدم لنا انطلاقة شوق في أول أشواط الدلل. يأتي مع الأسد خذ المركز السادس. سابع المراكز هذا عزة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني. حسين بن محمد بن سالم السفراني يتقدم مع أيضا المركز السابع بهذا الأداء المتميز. بينما ثامن المراكز شاهين لهجن الرياسة يتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الدخول من الزاوية الأخرى من شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي. وصل هملول خذ المركز العاشر لهجن الرياسة علي بن يمي الوهيبي في التضمير والتدريب. هكذا ندان الأول أيها المتابعون جميعا في كل مكان. أيضا نعود إلى المقدمة الأولى، نعود إلى الصدارة الأولى، إلى المنافسة، إلى التغيير الذي جرى وطرى. شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير والتدريب يقدم لنا شاهين على المركز الأول على المقدمة الأولى على الانطلاق الأول. بينما العمال يأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقدم لنا هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. وصل فتح الخير لهجن الشحانية يتقدم البرنس. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري يأتي مع فتح الخير ويقدم لنا هذا الاسم على المركز الثالث. رابعا وصل الرفاع لهجن الشحانية. محمد بن خالد العطية يتقدم مع الرفاع في هذا الشوط وفي هذا الأداء المتميز من الرفاع ومادة الزعفران عليه. هناك يقدم لنا هذه الانطلاقة على رابع المراكز الأربع المراكز الأولى. بينما ناخذ المركز الخامس القدوم في خامس المراكز والواصل هناك هملول هجن الرياسة علي بن يمي الوهيبي. المركز السادس يتقدم أيضا هذا الشعار ترقب مفاجآته بأدائه بتميز عز لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني. يتقدم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هناك أيضا حسين بن محمد بن سالم السفران يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم. بينما وصل أيضا الأسد هجن الشحانية والذهبي سالم فاران المري يتقدم مع الأسد. ترقب مفاجآت الأسد. هناك في المركز السابع المركز الثامن شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي. بينما المركز التاسع وصل ايضا هملول هجن الرياسة والظافر علي بن يمي الوهيبي. المركز العاشر ياتي شاهين لهجن الرياسة محمد العتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا هذه الانطلاقة مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذا الاداء المتميز. هكذا النتيجة، هكذا الأداء. ونعود إلى مقدمة الشوط.
بعد العشر المراكز الأولى المتقدمة القادمة للمنافسة الباحثة عن أول أشواط الزمول، عودة إلى شاهين على صدارة، شاهين على المركز الأول لهجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي، يقدم لنا شاهين بهذا الانطلاق، بهذا التميز، بهذا الأداء، بهذا الانفراد على المركز الأول والصدارة الأولى، هجن العاصفة وبقيادة أيضا المضمر غياث الهلالي. انتصفت المسافة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، بدأنا أيضا بصفحة جديدة لمسافة الأربعة كيلومترات. من سوف يحسم هذا الشوط؟ من سوف يفوز في هذا الشوط؟ العمال على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يتواجد سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، يقدم لنا هذا الانطلاق على المركز الثاني في منافسات هذا الصباح. فتح الخير ياتي في المركز الثالث لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، البرنس يتقدم، البرنس يتواجد مع سن الكبار كما تقدم في سن الصغار بالجساسية واستطاعت ان تظهر بكاس المحليات في سن اللقاية، ياتي هنا ويقدم لنا فتح الخير. بينما المركز الرابع هناك ايضا يتقدم الحوت ليقدم لنا انطلاقتي واندفاعتي، ايضا الرفاع يتقدم شعاري هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يتقدم من خلال هذا التواجد الجميل وهذا الأداء المتميز. ما شاء الله رباعية ولا أروع مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هناك المركز الخامس وصل في خامس المراكز، أيضا هناك شاهين لهجن العاصفة، غياث الهلالي يتقدم مع هجن العاصفة ويأتي بهذا الانطلاق القوي وهذا الاندفاع. وصل في هذه اللحظات عز لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، يتقدم حسين بن محمد بن سالم السفران، يأتي بهذه الانطلاقة. وصل هملول، هو تقدم هملول في هذا الأداء لهجن الرئاسة، علي بن إيمي اللهيبي. وصل الظافر ليقدم لنا هذا الاسم وهذا التحدي الجميل. ما شاء الله هناك الأسد وصل لهجن الشحانية، الذهبي سالم بفاران المري، يا سلام يا سلام يا هذا الدخول من أيضا هملول، هجن الرئاسة علي بن إيمي اللهيبي. وصل سرمد لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعري المري، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة الأولى. ما زال شاهين في المنعطف الأخير على المنعطف إلى المنصة الرئيسية. الله، هجن العاصفة على الصدارة، إمبراطورية العاصفة على المركز الأول تقدم هذا الأداء، تقدم هذه النجومية على المركز الأول بهذا الاندفاع التلقائي. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، الرفاع في المركز الثاني وخطير، خطير من قدم لنا ميان، يتقدم هناك الحوت محمد بن خالد العطية، يأتي بهذا الاندفاع، يأتي بهذا الانطلاق المميز والجميل. وصل شاهين، تدخلت هجن العاصفة بالمساندة على المركز الثالث، فتح الخير في المركز الرابع، هجن الشحانية، آل برنس، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. وصل أيضا عزة الضيف العزيز القادم من ميدان التحدي من الشحانية، يأتي أيضا شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد السفران، يتقدم من خلال هذا التواجد، يتقدم من خلال هذا الأداء المتميز. وصل الأسد، هجن الشحانية، هجن الشحانية يتقدم أيضا، أيضا يتقدم سالم بفاران المري، وتدخل شاهين من عمق الميدان، هجن العاصفة، هجن العاصفة، غياث الهلالي، سرمد قادم، هجن الرئاسة، أيضا صالح بن سعيد بالعري المري. 1600 متر المتبقي، 1600 متر، ولكن الصدارة وين؟
المركز الاول شاهين من هجن العاصفه، العاصفه على الصداره، العاصفه على المركز الاول، العاصفه على مقدمه هذا الشوط بهذا الاداء بهذا الانطلاق. هناك يتقدم غياث الهلالي في عمليه التضمير والتدريب، هذه هي العاصفه على المركز الاول. الرفاع الرفاع خطير للغايه، اداء انطلاقه تميزه، بدات ينتقل من مركز الاخر. هناك ال1200 هجن الشحانيه، هجن الشحانيه قادمه مع محمد بن خالد العطيه. وصل شاهين يتقدم بشعار هجن العاصفه غياث الهلالي. الشحانيه قادمه على ظهر الاسد وبقيادته ايضا. هناك سالم بفاران المري يتقدم بفاران الذهبي، الذهبي وصل، وصل الذهبي على المركز الرابع. اعود الى مقدمه الشوط، اعود الى الصداره. الاداء تلقائي وجميل، ال 800 متر الاخيره، الامتار الاخيره، ولكن شاهين على المركز الاول. هجن العاصفه، هجن العاصفه المركز الثاني. ياتي هناك الرفاع لهجن الشحانية، التقدم من خلال هذا التواجد مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. ولكن الصدارة مع هجن العاصفة، مع شاهين على المركز الاول على الصدارة الاولى. المركز الثاني الرفاع، هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية. وصل الحوت، وصل الحوت ليتقدم، بدأ يغير الصدارة والمركز الاول. هذا هو الرفاع يتقدم في ال 400 متر الاخيرة، يقدم لنا انطلاقة الرفاع على المركز الاول. بدأ يغير الصدارة والمركز الاول، الرفاع على الصدارة، الرفاع على الانطلاق الاول. هجن الشحانية، هجن الشحانية مع شوق والرفاع تقدم هذه السيمفونية الرائعة. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لمحمد بن خالد العطية على ايضا فوز الرفاع بالمركز الاول. اول يا اشواط الزمول، اول انطلاقات الزمول مع الرفاع لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. تهانينا للمرة الثانية على التوالي. المركز الثاني وصل فيه شاهين لهجن العاصفة، بينما المركز الثالث أن وصل الأسد لهجن الشحانية، والمركز الرابع سرمد لهجن الرياسة، خامسا شاهين لهجن العاصفة. تهانينا ونموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا أيضا يأتي الرفاع والعصافة الأبطان بدون أي أوامر تذكر. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لمحمد بن خالد العطية حيث قطع مسافة السباق. هنا مشاهدين الأعزاء في 12 دقيقة 31 وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل فيه ايضا هناك شاهين لهجن العاصفة، 12:33 ثانية وايضا جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغيات الهلالي. بينما اللي وصل في المركز الثالث، وكان التقدم جميل للغاية من خلال تواجد المركز الثالث، وصول الاسد لهجن الشحانية بقيادة سالم بفاران المري 12 دقيقة وأيضا 38 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز.